لجولة مراسلين وتحديدا هذه المرة من خارج مصر من ألمانيا، حيث أعلنت تسجيل ارتفاع جديد في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا. وأوضح معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل أكثر من 234 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الوفاة خلال الفترة ذاتها 272 حالة. للمزيد نذهب للزميلة عربي مرزوقة مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا. عربي أهلا بك ومرحبا، لو تطلعنا أكثر عن الحالة الوبائية في ألمانيا والتشريعات الخاصة بكورونا، خاصة فيما يتعلق بإلزامية تلقيح العاملين في قطاع الصحة. المزيد معك. شيماء، كما أشرت، خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت ألمانيا لأول مرة رقما قياسيا جديدا، هو أكثر من ربع مليون إصابة خلال يوم واحد. أيضا نسبة انتشار الفيروس خلال السبعة أيام الماضية وصلت إلى حدا جديدا، وهي 1450.8 إصابة لكل 100 ألف مواطن في ألمانيا. معهد روبرت كوخ أيضا الأمراض المعدية أشار أن ولاية بايرن عادت واحتلت المركز الأول في نسب انتشار الفيروس في ألمانيا بشكل عام. الحقيقة الوضع الوبائي خاص بالمستشفيات تحديدا، حتى الآن وزير الصحة الألماني صرح في البروفيسور كارل لاوتربخ قال في تصريحات صحفية، حتى الآن لا يوجد ضغطا كبيرا على المستشفيات في ألمانيا، لأن العدوى رغم ارتفاع نسب الإصابات إلا أن العدوى بمتحور أوميكرون شديد العدوى، ولكن أعراضه ليست شديدة، لذلك كل المصابين معظمهم موجودين الآن في منازلهم يتلقون العناية في المنازل حتى يتم شفائهم من فيروس كورونا. إجراءات الاحترازية المعمول بها في ألمانيا هي من نفس الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها منذ ديسمبر الماضي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن على داخل البرلمان الألماني للبوندستاغ وعلى الحكومة الألمانية، متى ستخفف ألمانيا الإجراءات الاحترازية مثل الدنمارك أو فرنسا وما إلى ذلك؟ وزير الصحة الألماني صرح صباح اليوم وقال حتى الآن لا يوجد موعد محدد لتخفيف الإجراءات الاحترازية في ألمانيا، نتوقع بحلول منتصف الشهر الجاري نصف مليون إصابة يوميا. ألمانيا لم تصل إلى ذروة الموجة الحالية بعد رغم نسبة الإصابات الموجودة، لذلك لا حديث داخل الحكومة الألمانية عن أي نية لتخفيف الإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة من الأساس، ولكن الحديث الآن وهناك اختلاف وجهات النظر بين وزير الصحة الألماني ورئيس وزراء بايرن مارك زودا، لأن كما أشرت في قانون بيقول بداية من منتصف مارس المقبل، هناك قانون ده طلع في شهر يناير الماضي الشهر الماضي، إلزامية التطعيم وإجبارية التطعيم لكل العاملين في قطاعات الصحة هنا في ألمانيا، موظفين أو هيئة التمريض والعاملين أيضا في دور المسنين في ألمانيا بشكل كامل، ولكن الحكومة الألمانية تركت هذا الأمر لرؤساء وزراء الولايات. مارك زودا رئيس وزراء بايرن خرج وقال لن أقوم بتطعيم العاملين في الهيئات الصحية والتمريض في ولاية بايرن تحديدا، لأن كل من لم يحصل على الطعم حسب اللقاح المضاد لفيروس كورونا حسب القانون سوف يتم فصله من العمل، وألمانيا في حاجة شديدة جدا جدا لتمريض وأطباء وما إلى ذلك على مر السنوات الماضية والآن أيضا. وقال مارك زودا رئيس وزراء بايرن إذا طبقنا هذا القانون وفصلنا كل هيئات التمريض التي لا تريد الحصول على التطعيم، يعني هيكون في عجز كبير جدا في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي. وزير الصحة الألماني خرج النهاردة وقال هذا القانون قانون المفروض يتم العمل به في جميع الولايات الألمانية على الأراضي الألمانية، والحقيقة وزارة الصحة الاتحادية يعني مش متقبلة تصريحات رئيس وزراء بايرن. حقيقة نشوف دي يعني اختلاف كبير دلوقتي في وجهة النظر جديد بين رئيس وزراء بايرن ووزير الصحة، والمفروض في منتصف الشهر القادم يتم تطبيق هذا القانون. أما القانون العام لتطعيم جميع المواطنين في ألمانيا، قانون التطعيم العام في ألمانيا إجبار المواطنين الألمان، حتى الآن لا توجد مؤشرات أو تصريحات من الحكومة الألمانية متى تحديدا سوف يكون هناك قانونا لإجبار المواطنين الألمان بشكل عام ضد فيروس كورونا. كان من المفترض في شهر مارس، ولكن حتى الآن الموضوع يعني المعلومات غير مؤكدة حتى هذه اللحظة. أيضا رئيس حزب الاشتراكي الألماني لارس كلانج بايل صرح وقال، والحزب الحاكم في ألمانيا أيضا صرح وقال أن لا توجد نية داخل الحكومة الألمانية الآن أو الأحزاب أحزاب إشارة المرور المكون للحكومة الألمانية لتخفيف الإجراءات الاحترازية. يمكننا أن نتحدث بعد ثلاثة أسابيع ربما في مارس المقبل عن تخفيف الإجراءات الاحترازية في ألمانيا، لأن هناك رأي علمي آخر يقول أن ربما الدول الأوروبية التي خففت الإجراءات الاحترازية مثل الدنمارك
وفرنسا سوف تعود مرة أخرى لزيادة الإجراءات الاحترازية والعودة مرة أخرى للإجراءات الاحترازية. طيب في عربي فيما يتعلق لو كان هناك متحورا جديدا فيما يتعلق بالمشروع القانون الخاص بإلزامية تلقيح العاملين بقطاع الصحة، هل ألمانيا تتوافر بها الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الأصل؟ الحقيقة الألمانية محتاجاه عشان تطبق هذا القانون هو أن الحكومة الألمانية يكون في قانون من الأصل والقانون موجود وفي كميات تطعيم كافية للعاملين في مجال الصحة. شيماء، في الأساس 95% من العاملين في قطاع الصحة في ألمانيا كلهم اتطعموا، يعني هيئات التمريض 95% في ألمانيا اتطعمت، و 90% من الموظفين في المستشفيات ودول المسنين اتطعموا واتطعموا ايضا بالجرعة المعززة الثالثة. هم يعني كل النقاش الإداري هنا في ألمانيا والاختلاف وجهات النظر بين وزير الصحة ورئيس وزراء بايرن على سبيل المثال فقط على نسبة 5% وهي نسبة ضئيلة، ولكن ألمانيا تحتاج إلى كل ممرض وممرضة في هذه الفترة تحديدا رغم كل هذا النقاش. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز من ألمانيا، شكرا لك.